السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا عاشر، اليوم إن شاء الله رح ندخل في درس الكتلة الذرية النسبية، بس قبل ما يا عاشر أدخل في الدرس، رح أحل معاكم المثال اللي قلت لكم إن شاء الله المرة الجاية رح أبعت لكم إياه عن أنواع التفاعلات، إحنا يا عاشر أخذنا أربع أنواع من التفاعلات اللي حكينا عنهم، تفاعلات اتحاد، وحكينا عن تفاعل احتراق، وعن تفاعل تحلل او تفكك وعن تفاعل الاحلال الاحادي، ميزنا كل تفاعل عن الثاني وحكينا كيف نقدر نميزهم عن طريق المعادلات. عندنا في المعادله الاولى يا عاشر اس زائد ام جي اعطاني ام جي اس، بنلاحظ زي ما قلت لكم تنين في واحد يعني عنصر زائد عنصر اعطاني مركب، اللي صار بينهم عمليه ايش؟ اللي هي عمليه اتحاد. إذا الاتحاد. هلا بنطلع على التفاعل الثاني، التفاعل الثاني عكس الاول، كان في عندي مركب، هذا المركب اتحلل لعنصرين. إذا شو بنسمي هذا؟ هذا بنسميه تفكك أو تحلل. هلا المعادلة الثالثة في عنا أكسجين تفاعلت مع الخرسين. كونت عندي خارصين وفي عنا هيت يا عاشر الهيت بما انه طلعت عندي هيت ايش بده يكون عندي التفاعل رح يكون عندي التفاعل احتراق كمان مرة يا عاشر في عندي خارصين اتحدت مع الاكسجين كونت عندي هيت بما انه في عندي بالتفاعل اكسجين وعندي هون بالتفاعل انبعت حرارة فالعملية رح تسمى احتراق هلا هون يعاشر الاحلال الاحادي اللي قلت لكم عنه لما يحل عنصر نشط محل عنصر بيكون اقل نشاطا الاف اي عباره عن عنصر نشط البي بي الرصاص هو عباره عن عنصر اقل نشاطا بيجي الاف اي بحل محل البي بي فبتصير عندي الرصاص عباره عن ذره منفرده هاي الاف اي حلت محلها والذره اللي اقل نشاطا صارت ذره منفرده بنسميه من احلال احادي هذول الاربع امثله، اليوم ان شاء الله رح ندخل بالدرس الجديد الكتلة الذرية النسبية. طبعا أول شيء عاشر في عنده أشياء طبعا بديهية لازم نكون عارفينها. شو بنستخدم لقياس الكتلة؟ الإشي الأساسي الميزان. المسافة أو طول الجسم المتر. هذول رح نستخدمهم بالفصل هذا كامل. الكتلة الذرية النسبية شو معنى كلمة كتلة ذرية وليش حكوا عنها نسبية هي متوسط الكتل الذرية لنظائر ذرة عنصر ما طبعا يا عاشر كيف يعني نظائر عنصر ما النظائر يا عاشر مثلا العنصر مثال عليه الليثيوم الليثيوم فيه له أكثر من شكل أكثر من نظير بس هذا يا عاشر ما بيتغير العدد الذري بنلاحظ هذا ثلاثة هذا ثلاثة مين اللي بيتغير عندي ممكن في النظير العدد الكتلي يا عاشر اللي هو عدد البروتونات زائد عدد نيوترونات هون الاختلاف رح يصير عندي عاشر في عدد النيوترونات فبيعطيني النظائر لهاي الذرة طبعا هاي الذرة يا عاشر رح يصير فيها اختلاف بسيط بالخصائص الفيزيائية لاختلاف عندي العدد الكتلي اللي بينهم هلأ كيف ممكن إذا كان في عندي ذرة من الذرات إلها أكثر من نظير إني أطلع كتلة ذرية نسبية لإلها يعني متوسط الكتل كاملة في ذرة واحدة يعني لو لنفرض أنا الليثيوم له أربعة أو خمسة بدي أطلع كتلة ذرية نسبية بين كل هدول النظائر في إلي قانون رح أستخدمه يا عاشر حتى لو كانوا تنين ثلاثة أربعة رح أستخدم نفس القانون الكتلة الذرية للنظير الأول طبعا هلا بقولكم كيف نطبق ضرب قديش نسبة توافر بالطبيعة نسبة يعني على مية زائد منروح للنظير الثاني قديش الكتلة الذرية للنظير الثاني ضرب نسبة توافر بالطبيعة على لو كان برضو في عندي هذا العنصر له نظير ثالث رح يكون الكتلة الذرية للنظير الثالث ضرب نسبة توافر بالطبيعة على وهكذا يا عاشر إذا دائما الكتلة الذرية النسبية حتى أقدر أطلع لأي عنصر إله أكثر من نظير بستخدم هذا القانون حتى أختصر أخذ النسبة بين كل هاي النظائر وأطلع قانون واحد لكتلة ذرية نسبية لهذا العنصر بشكل عام إله أكثر من نظير لازم أطلع له كتلة ذرية لإله اللي هو الأساس اللي موجود عندي اللي هو ليثيوم إحنا بنعرف بغض النظر أكثر من نظير أكثر من عدد كتلي لازم أختصر كله واطلع كتلة ذرية نسبية بينهم كلهم حتى يكون هذا هو اللي أستخدمه في حساباتي اللي لقدام. هلا يرمز للكتلة الذرية النسبية بالرمز AM، طبعا AM يا من وين أجت؟ من مش بنحكي احنا كتلة ذرية، أتوميك ماس. ماس معناها كتلة، أتوميك معناها ذرة، أتوميك ماس. تقاس الكتلة الذرية النسبية بوحدة AMU، أتوميك ماس يونت وحدة الكتلة الذرية إذا الاختصارات عاشوا من نفس الكلام اللي أنا بحكي فيه كمان مرة وحدة الكتلة الذرية النسبية يو يونت ماس أتوميك وبرضه الكتلة الذرية النسبية ترمز بالرمز AM أتوميك ماس AM أتوميك ماس يعني كتلة ذرية هلا يا عاشر كيف ممكن أطبق عليه بالسؤال أنا بعطيك مثلا في عندي هذا السؤال إذا علمت أن نظائر عنصر الليثيوم بالطبيعة في عندي نظائر للليثيوم هذا النظير الأول اللي هو عدد الذري ثلاثة والكتل ستة معطيك يا عاشر أن كتلة الذرية ستة بنسبة سبعة ونص تواجده في الطبيعة أعطاك النظير الثاني كتله الذريه معطينا اياها ونسبه توافر بالطبيعه معطينا اياها بدنا الكتله الذريه لعنصر الليثيوم بما انه يا عاشر لازم انا اطلع للليثيوم خلص اخذ النسبه اللي بينهم كيف اطلع الكتله الذريه النسبيه لعنصر الليثيوم نفس القانون اللي حكينا عنه هلا اول شيء يا عاشر راح اطلع اكتب المعطيات بطريقه منظمه أول شيء عندي الليثيوم النظير الأول اللي هو ليثيوم العدد الذري ثلاثة ستة هذا معطيك له انه الكتلة الذرية ستة بوينتو. ومعطيك نسبة تواجده سبعة ونص بالمئة هذا اللي هو الأول النظير الثاني معطينك انه الكتلة الذرية له سبعة ومعطينا يا عاشر نسبة تواجده 92.5 هذه عاشر الموجود عندي هلا هل مباشرة بدي أطلع الكتلة الذرية النسبية على القانون اللي أخذنا نكتب القانون الكتلة الذرية النسبية وتساوي اللي هي القانون الكتلة الذرية للنظير الأول ضرب نسبة تواجده طبعا اهم اشي على هذا النظير الأول زائد الكتلة الذرية للنظير الثاني ضرب نسبة تواجده على مية نفس القانون اللي أخذته باخذ النظير الأول قديش كتلته ضرب نسبة تواجده على مية زائد الكتلة الذرية للنظير الثاني ضرب نسبة تواجده على مية تطبيق مباشر قديش الكتلة الذرية للنظير الأول ستة زيرو ضرب قديش نسبة تواجده سبعة ونص على مية زائد الكتلة الذرية للنظير الثاني اللي هو 7.02 ضرب نسبة تواجده عندي 92.5 على 100 طبعا هنا رح نكتبها بالانجليزي على اذا الكتله الذريه للنظير الاول ضرب نسبه تواجده على كتبناهم قديش الكتله الذريه للنظير الثاني ونسبة تواجده نضربهم في بعض هذا بضربه لحال وهذا لحال وبجمعهم مع بعض بيطلع كامل يا عاشر ستة بوينت تسعة أربعة خمسة أم يو اللي هي الوحدة المعتمدة للكتلة الذرية النسبية. اذا يا عاشر كمان مرة ايش عملت بالسؤال؟ بدهم الكتلة الذرية لعنصر الليثيوم. أول شيء الكتلة الذرية معطينا إياها للنظير الأول وقديش نسبة تواجده في الطبيعة؟ الكتلة الذرية للنظير الثاني اللي هو الليثيوم هاد قديش نسبة تواجده في الطبيعة؟ كيف ممكن أحل؟ أول شيء بطبق مباشرة يا عاشر على القانون. الكتلة الذرية النسبية تساوي الكتلة الذرية للنظير الأول هل موجود عندي قديش نسبة تواجده زائد الكتلة الذرية للنظير الثاني ضرب نسبة تواجده على 100 وبجمعهم مع بعض المرة الجاية عاشر رح ندخل بس رح أحكي لكم هلا التعريف تكتبوا لي الكتلة الجزيئية اللي هي عاشر مجموع الكتل الذرية للذرات الموجودة في الجزيء في هاي الحالة يا عاشر أنا ما رح أطلب منك أنت طلع لي كتلة ذرية بعطيك إياها جاهزة طبعا هاي الطريقة حتى نعرف كيف طلعوا كتل ذرية الكتلة الذرية بعطيكم إياها جاهزة يا عاشر بيكون في عندي جزيء بطلع مجموع الكتل الذرية لهذا الجزيء بصير شغلنا هلأ يا عاشر في جزيئات يرمز له ام ام اللي هو موليكيول ماس وتقاس بوحدة اي ام يو نفس الاشي عاشر الكتلة الذرية والكتلة الجزيئية نفس الوحدة بس هاي المرة كنا الكتلة نرمز للكتلة الذرية بالرمز اي ام هلا بدنا نرمز يا لا الكتلة الجزيئية بالرمز ام ام طبعا هون بدنا نكتب برضه عشان نعرف انه قصدنا فيها اي ام اللي هي الكتلة الذرية النسبية ويعطيكم الف عافية